أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعوابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصبر وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. نعم، البر حسن الخلق. البر تطلق ويراد بها الجنة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويطلق البر ويراد به الأعمال الصالحة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، أعمال صالحة بشكل عام. وتأتي البر بمعنى بر الوالدين، وهو أخص أسماء البر، يكون على بر الوالدين. وتأتي البر كما هو في هذا الحديث، قال: البر حسن الخلق. فكل هذا من البر، كل هذا من البر. قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الإثم، يعني ما تبي الناس يشوفونه، إذا إثم. هذا ليش ما تبي الناس يشوفونه؟ ليش مستحي من الناس؟ إذا مسوي شيء غلط. فالإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي الحديث الآخر، حديث وابصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوك. يعني إن قالوا لك جائز كذا لكنك متردد خائف منهم، احذر. وإن أفتاك الناس وأفتوك. واستفتاء القلب إنما يكون في مثل هذه الأمور. أما الإنسان يستفتي قلبه حلال أو حرام أو كذا هو ليس بطالب علم، هذا لا يجوز، وإنما يسأل كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.